هذا علميا يسمى مفتاح بالنسبة للعالم، أما لنا فيسمى حلم كل إنسان، حلم اللي يبني بيت بعد تعب ومعاناة وتجويع في لحظة واحدة. في لحظة واحدة جذيفة صهيونية ضيعت حلمنا، حلم أولادنا، حلم أبنائنا. لذلك ارتبط فيه القطعة المعدنية هذه قطعة من التاريخ الفلسطيني من عام 1927 قبل ما نوجد الاحتلال الإسرائيلي عندنا في البلد، وحظلنا محتفظين فيه مهما كلف الثمن. تظل كامل تهدى على البلد. هذا الحنون. حالة الهدنة اللي هو بعثوا لنا شباب في البلد اللي هو فيديو عن بيتنا نسفينه. ما تبقى من كل البيت اللي هو المفتاح هذا. منها السجاد والبيوت، والمفتاح بيعني أن كلياتنا من الوطن، والواحد بدون وطن ما بيعيش ولا مأوى ثاني خلفه. وبنتمنى نعود من ثاني لو بخيمة فوق البيت مكان وطننا هناك. فأثناء الهدنة بتواصل مع أحد أقربائي يعني موجودين في المكان يعني، فتم بتواصل علي بقول لي بعوضك الله راح البيت. وهي أنا لما بقول له يعني ضايل بس اللي في إيدي المفتاح اللي أنا بتوجه يعني فيه، وهذا البيت يعني المفتاح اللي ضايل رمز لهذا البيت. فهذه اللي أصبحت اليوم هذا رمز صار في إيدينا إنه هذا البيت، وهي المفتاح اللي تبقى من هذا البيت اللي إحنا إيش كنا بنجاهد فيه. أنا اليوم عمري 44 سنة، السن اللي أنا دخلت فيه في هذا العمر في بدي أبدأ حياتي من جديد وأبدأ بيت جديد. صورة القصف بدايته هذه صورة الشارع لما تم التصوير. هاي البيت، وكان في عنا كمان خلفية للبيت نفسه مضمومة نفس البيت. التاريخ بعيد نفسه انه انا جدي حمل المفتاح وطلع فيه انه يرجع تاني. انا اليوم حملت المفتاح انه ارجع على شقتي كانها شقتي تمام 100%، لكن عوض الله علينا ان شاء الله، وتكون ربنا يكون استخارنا. وهي المفتاح نفسه يعني في ظله في معانا حاملينه احنا. والله هالبيت انا لما بتذكر بطلع فيهن بتذكر شقى عمري حياتي اللي انا اشتغلته طول عمري لحتى الان علي ديون في البنوك، ايه، وبنيتها من دم قلبي، وفي الاخر الاقيها كلها كوم فول. طب كيف انا ايش عملت لاسرائيل لما انت دمرت بيتي؟ يعني انا اولاد العالم كلها تعيش برفاه، يعني اولادنا يعيشوا بذل زي هيك، ويقعدوا يموتوا ويمرضوا بهالسقعه عشان اجي في خيمه؟ انا اكون في بيت من ثلاث طوابق اجي اعيش في خيمه باي قانون؟ انا بقيتش غاد، هذه جاء بعثوا لي صوره. الصوره اللي وريتك اياها اي هالجوره هاد؟ طب انا ايش ذنبي؟ ذكرتني بجدي لما كان ماسك المفتاح ويقول لي احنا هجرنا من حمامي او المسجل، او كناش يعني نقول يمكن خريف وهذا، لكن هلقيتها امنت انه اليهود بيعملوا كل اللي بدهم اياه والعالم ساكت، لانه ساكتين على الظلم، وامنا انه القانون كوم واليهود كوم بالما يعني فيش قوانين.
يرمز إلى حق العودة، يرمز إلى تمسك اللاجئين بحلم العودة إلى ديارهم التي هجروا منها سنة 1948. المفتاح الحقيقة له دلالات كثيرة. القضية ليست قضية مفتاح، المفتاح مادة معدنية قد يعني تصنعها في أي مكان، لكن بمجرد أنك تتمسك بهذا المفتاح هذا يعني أن لديك حلم أنت تسعى إلى تحقيقه. يعني انت لا يمكن تفصل الحاضر عن الماضي، هي نفس التكرار، نفس المآسي، نفس الظلم والإجحاف اللي مورس بحق الشعب الفلسطيني. ما زال يراود الاحتلال هذا الحلم بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وما تراه في غزة ليس بعيدا عن ذلك. وبالتالي القصة مستمرة منذ سنة 48 إلى يومنا هذا، بمعنى أن النكبة مستمرة ومستدامة للأسف الشديد. نأمل في يوم من الأيام أن يستطيع الشعب الفلسطيني أن يحصل على حقه وأن يضع حداً لهذا الاحتلال الطويل.